في 2010 احنا رايحين حاسين ان كل الفرق بتنزل خايفه مننا قوي. احنا خدنا البطوله دي خدناها في ارضنا ما حدش جه جنبنا. زوجتي هي بتحضر الشنطه فقلت لها يعني حضر الشنطه على اسبوع واحد بس لان احنا مش هنتاخر. فقال لنا قبل البطوله انتوا بتلعبوا لمصر دلوقتي مش بتلعبوا لنفسك ولا لاهلك. مش اي لعيب يلعب في استاد القاهره. وهو قال لنا احنا انا جاي عشان اخد البطوله. في الماتش بتاع موزمبيق الثاني اما جم الجول اتاخر حوالي 15 دقيقه كده فبدا الجمهور يبقى يضغط علينا جامد جدا. فبدأنا نتهز شوية لغاية ما جبنا الجول الأول. خلاص بقى بدأت طول الدورة الجمهور مساند. يعني ماتش النهائي جه لدروجبا فرصة وقعت قلبك ما تعرفش هو ضيعها ازاي. ولحظة ان كان ابراهيم سعيد عركة الواحد في الـ18 وانا قلت بيلين خلاص هو عمل كده وانا قلبي راح معاه. 2006 لما وائل جمعة خرج فكرت 50 تفكير مين اللي نازل. لما نزل احمد فتحي انا سالت سؤال احمد انت نازل ايه؟ كانوا اصعب فترتين وربنا سترها على طول. يعني اكتر ماتش حسيت ان فيه غل وتنشنة والامور مش طبيعيه كان ماتش الكاميرون في دور الـ8. من واحنا نازلين في الطرقه قبل ما ننزل الملعب الناس متنشنه جدا ولا بيسلموا وحتى اللي بيسلم فيهم بيسلم وهو قافل وشه ومكشر. يعني احنا قلنا لو احنا ربنا كرمنا وكسبنا البطوله ده هيبقى اصعب ماتش في البطوله. كابتن جوهري قلنا له يا كابتن احنا ايه؟ ما احنا يعني نطلع اول يا تاني. كابتن جوهري عادي يحسبها كده قال لك لاعب انا عايز العب كوت ديفوار. حتى لو تلاحظ ماتش المغرب في لعيبه كتير قوي ما لعبتش. احنا كنا على طول بنلعب في الملعب بتاعنا. احنا الاول بيلعب نفس الملعب التاني بيسافر بيروح بلد تانيه. لينا اصعب ماتش كان كوت ديفوار. ليه بقى؟ وهم اصلا اجسام رهيبه يعني جامده جدا. بس الحمد لله كنا بنعافر معاهم وبتاع الحاجات دي كلها وصلنا لضربات الجزاء. يعني ايه الحمد لله ربنا ستر. لا فرقه جامده جدا وملعب صغير وملعبهم عشان كده كان اصعب ماتش. ماتش السنغال كان اصعب ماتش وهم كانوا احسن مننا بالامانه. يعني كانوا فايقين وكانوا كاسماء صعبه جدا وكانوا راكبين المباراه. ولحظه خروج ميدو والفرقه طلع تركيزها كله لميدو والمشكله واحنا وانا بالذات بصرخ بقول خلينا في الملعب ملناش دعوه. وربنا سبحانه وتعالى يقوم بعت لك هديه بعمرو زكي يجيب جون. الكاميرون لو رجعت للمباراه احنا 4 فرص في 4 اهداف الافتتاح لان الماتش كان صعب وما كناش مسيطرين قوي. مفيش فرصه ضيعناها. احنا الـ4 كور اللي وصلنا بيهم هم حققناهم 4 اهداف. والماتش الثاني كان مباراه كوت ديفوار قبل نهائي وبرضه حققنا فيها 4 اهداف وكانت مباراه صعبه جدا وما كناش متوقعين المكسب ده. احنا بعد البطوله دي يمكن شبه روحنا عريانين في بيوت. يعني انا مثلا قلعه الفنان رميتها وبعدين قلعه الحشوز رميته على الناس. مش واحد قال لي طب فرده طب فرده المهم انا يعني ما عشان يحتفظوا بيها. فواحد قال لي طب الشراب فاديت شراب. واحد قال لي طب شنجار قلت له شنجار هتعمل بيه ايه؟ قال لي فدي كانت جميله جدا. فمفيش غير الشورت والشورت كان بسلب فما اقدرش اقلعه لان هيبقى الشورت اصلا لازق فيه. فواحد بيقول لي الشورت لا شورت ايه. انا كنت في تحليل المنشطات بعد المباراه كان طارق السيد وعمر جمال وانا دخلنا لقينا 3 جوه عبد القادر كيتا ودي بوجبا ويا توري. الـ3 واخدين اثناء الاوضه عمالين يكسروا في الاوضه. فاحنا اول ما دخلنا اتكسرت اكتر فاللي هم عاملين يتكلموا بالفرنساوي ان يعني دول تكسبونا 4. طبعا انت ازاي مش متخيل ان لما يخش طارق السيد وعمر جمال قد كده على كل دول. كابتن جوهري عارف الموضوع ان ايه؟ ان كل اللعيبه ايه جايبه اكل وجايبه الحاجات المعلبات كتير قوي. طبعا هو ما دخلنا الاوض خلاص احنا بقى لازم نبقى في مهمه. رحنا دخلنا كل واحد ايه الاوضه بتاعته. بس كل واحد راح ايه دخل الاوضه بتاعته مطلع ايه المعلبات كلها وبتاع حاطها في ايه في الثلاجه. بعدها بساعه احنا عملنا الاجتماع قعدنا مع كابتن جوهري كلنا كده هو لوحده وخلى الجهاز عدى على الاوض اوضه اوضه ولم كل الحاجات بقت عنده.
كان المشجع الكاميروني المشهور اللي هو دايما بيبقى قالع وبيكتب على جسمه حاجات وبتاعه وكده، عمال رايح جاي وعمال يطبل ويعمل حاجات، فقعدنا جنبه اتنين مصريين واحد يمين واحد شمال، وفضلوا عارف انت مزنقين عليه اللي هو ايه مش عايزينه يقوم بقى وبتاع، اللي احنا عايزين الشويه الاخر دول يعدوا. لا الجوهري كان لعيب كويس يعني، كان بيجري جري، ده مره بيجري في ماتش حتى كره خبطه في دماغه ده. زمان احنا كان سهل جدا جدا ان احنا ناخد بطولات افريقيه. ليه بقى؟ زمان ما كانش في احتراف افريقيا بيروحوا اوروبا اللعيبه الافارقه، فكانوا بيلعبوا معانا في كاس افريقيا او كاس الابطال او كاس الكؤوس، فما كنا بنلعبهم في المنتخبات كنا واخدين عليهم ميلا وكونديو وبوكاندي بتاع السنغال وكلهم كنا نلعب قصادهم ونكسبهم. يعني فوزك في 2006 و2008 خلاك بتلعب 2010 مع اي حد انت مش خايف، اي حد، مع ان البطوله دي احنا لعبنا فيها اربع فرق صعدوا كاس عالم واحنا ما كناش صعدنا ولا كنا خايفين من اي حد. احنا كان عندنا مشكلتين، ان اساسا ما كناش عايزين نلعب دوجبا بالكنيات والاجسام اللي عندهم، وغانا كان عندهم اجوجو برضو اللي كل ما يجيب جون يقلع التيشيرت ويعمل عضلات وبتاع، فانت كان عندك كل فرقه عندها بطلين ثلاثه، يعني اللي احنا لو لعبناهم دول هنعمل معاهم ايه؟ مش عيب على فكره، يعني مش عيب الانسان يخاف. عشان كده احنا الفرق معانا زي ما قلت لك كده حته المهاره، المهاره هي اللي كانت بتفرق معانا جامد جدا. كنا متعودين برضو في مصر في 2006 ان احنا بعد كل مباراه بنذبح، عاوزين نفس الحاجه اللي عملناها هنا نعملها هناك، فعملنا نفس الموضوع ان احنا بقينا نذبح هناك، حتى طلع حاجه وقتها ان احنا بنعمل سحر او بنعمل حاجه وكده، لا اخر ناس حد اتهمنا بالسحر والحاجات دي. يعني جمهور مصر ده يعني اعظم جمهور في العالم. كنا بنمشي من الاوتيل لحد استاد القاهره، العمارات كلها ماسكه اعلام مصر في البلكونات بتعمل لنا كده. طب انت كلاعب عايز ايه؟ قد ايه شحن معنوي يعني؟ انت عايز ايه؟ ده انت لو ما تعرفش تلعب هتلعب في الملعب. فلما جه ماتش موزمبيق بعديها وماتش كوت ديفوار، كان لازم نكسب 2-0 في كوت ديفوار، فالموضوع استاد اتملى جامد جدا في الماتش دوت وكسبنا 2-0، كان الدعم جدا في الماتشات اللي بعد الخساره. شعور النهائي ده مبدئيا ما يتوصفش، انت بتبقى حاسس ان انت اكتر واحد فرحان في العالم، خلاص انت ربنا لما رزقك بجون كان في ثقه مش طبيعيه في ربنا وثم الناس، لان لو كان في سيناريو تاني كان غانا جابت فينا الشوط الاول جون وخلاص واحنا رمينا الفوطه، او واحد تاني غير جده جاب الجون اخر شوطه في ضربات الترجيح، هتلاقي ما جابوش الجول الكره اللي ضاعت، كانوا جايبيننا في نص الملعب وكابتن شحته بينط عليا فرحان، فببص كده الكره ضاعت وخدنا كاس افريقيا. بوتريكا ما كانش عارف انها الاخيره، وانا واقف جنبه هو اصلا بيقرا قران من اول ما بدا اللي بتاع، ما اعرفش مين طيع ومن دخل، فحسيت ان هو مش عارف حاجه فسيبته. الجول الاولاني اعتقد بتاع بوتريكا في النهائي من المواقف اللي الواحد فعلا في سعادته وفرحته عمره ما هيحس بيها تاني، ان انت لو جيت شفت تقريبا انا جريت ورحت في الشبكه من ورا وخدت الكوره قعدت ابوسها كل التعب ده وتوصل للتتويج، فده كان في حد ذاته يعني حاجه صعبه جدا، وانت بتحلم بيها ان انت ازاي ترجع ببطوله. مصر 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 مصر